ياسمين صبري تغطي أرضفها بشعرها في أجرى إطلالة، والجمهور يا بخت أبو هشيمة. خليكم معايا لآخر الفيديو عشان نعرف التفاصيل سوا. أهلا بيكم في قناة نجوم ومشاهير، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. يلا بينا نبدأ الفيديو. ياسمين صبري تغطي أرضفها بشعرها في أجرى إطلالة، والجمهور يا بخت أبو هشيمة. شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام بصورة حديثة لها. وظهرت الفنانة ياسمين صبري في إطلالتها الجديدة مرتدية فستانا باللون الأبيض، ووجهت جسدها من الخلف نحو الكاميرا، فيما وجهت جسدها من الأمام باتجاه بحيرة ماء. وتعمدت النجمة المصرية الانحناء قليلا إلى الخلف لإبراز منحنياتها وجمالها بشكل أكبر من المعتاد، فيما اختارت تسريحة شعر ناعمة وجذابة انسدلت خصلتها الطويلة على نصفها الأعلى من الخلف، وانهالت عليها الإعجابات والتعليقات بغزارة شديدة، وكتب الكثير من متابعيها عبارات وكلمات غزل وتحرش، منها يا بخت أبو هشيمة بيكي، جورجينا العرب، جمالك وجسمك نار، نيال أبو هشيمة. وقبل أيام احتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها، حيث نشرت صور عبر حسابها الرسمي على تويتر، وظهرت إلى جوار زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بينما تطفئ شموع تورتة عيد الميلاد المكونة من 4 أدوار دائرية ويعلوها قلب من الحلوى، وزينت البالونات منزل ياسمين، والتي حملت جملة عيد ميلاد سعيد ياسمين بالإنجليزية. ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية مع الفنان أحمد مجدي، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي. وبدأت ياسمين صبري مسيرتها الفنية عام 2014، واختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم، وذلك في عام 2017، وتعتبر الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة. وبكده احنا خلصنا الفيديو، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.